سلام بنات، في فيديو جديد اليوم جينا نديرو مع بعض غراتان تاع لابوري بالشاورما. هاد الغراتان سهله بزاف وبنينه بزاف بزاف بزاف. هادي وصفه اختي امينه كانت ديرها عندنا ديجا صافي لونطون، هي ديرها كل ما ندوخها نقولها بنينه بزاف امينه، كاش نهار نديرها لها في القناه تاعي. ايا هاد حتى اليوم باش جات لوكازيون الوصفه هادي. واش نحتاجو عندنا؟ تحبوا هذا بونتو ما شحال في العائله تاعكم، ديروا الدجاج يعني على حسب كميه افراد العائله، هي ولي زيبيس. ولي زيبيس توجور ما تكثروش بزاف، كيما نقولوا كي تكثر بزاف لي زيبيس مالي تك شغل ماشي مليح للصومه. على بالنا ماشي حتى نقول لكم انايا ليسونسييل. عندنا انا عندي صدر تاع الدجاج، انا درت الدجاج تاع سكالوب، هذا واش كان كاين في الدار. تقدروا ديروا دجاج تقطعوه. عندي حبه بصل قطعوها شرائح كبار، عندي حب فص ثوم، عندي مغرف كبيره تاع الخل، عندي نص فنجان تاع الزيت، عندنا الملح، الملح حسب الرغبه. كيف كيف لي زيبيس كامل، انا نعطيكم لي زيبيس وانتم يعني الكميه حسب الرغبه. عندي هنا قزبر، فلفل عكري، كركم، مغرف صغيرة تاع الكركم، أنا مدابيا شاورما تاعي يجيني صفرا. أكيد 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 فلفل الكحل. غلطت درت كروية مشتهاش مليح، تاني نشوف لاكولوغ تاعها ماهيش كحلة وش بيها، طلعت لوخي تاع كروية، لوزمون مدتش بزاف. نخلطهم مع بعض. نسيت الزنجبيل مدرتوش، انا راح نغطيه وراح نخليه في الثلاجه زوج سوايع ولا ثلاث سوايع. انا خدمته بالعاني على بكري باش نحيه مطريق، وانتم تقدروا طيبوها ديريكت. بصح بيان سور كيما نعرفوا كي الدجاج تاعنا يتشرب هذوك التوابل راح يجينا بنين بزاف، وراح يطرانا مع هذاك الخل اللي درناه. هاي ليك دوكا نديرها في المقله تاعي، راني دايره هنا مقله درت لها قطيره تاع الزيت، باسكو ديجا انا دايره في الشاورما الزيت. بالمناسبه الشاورما هذه تقدروا ديروها في تاكوس. الوغ نجي نفرخها لهنايا، نحلوها نحطو هداك الدجاج ونخلوه بلاصق في بعضه. نزيد للنار هاد المرحلة معلولة. شنو راح ندير يا البنات؟ راح أنا وريتكم ديجا كيفاش ندير شاورما، بصح نعاودو ونقليو هاد الدجاج تاعنا حتى يتحمر، ياخدنا تحميرة خفيفة. بعد واش نديرو؟ نبدو نديرولو كاس ما سخون مور ما يتقلى هكدا. دوك نجي ندير لها هاديك الكاس تاعي، كي يكون الماء سخون شوفو تمتم تبدا تغلي. هاكو تشوفو سوغتو الدجاج كي يديرولو ماء بارد هو يكون سخان كابابل يوليكم يابس. خلينا ناكل، كنت نطيب و نحب انا تمنوني ما باش الا كاين عباد كيما انا يحبوا الخضره وهاد العفايس نص طياب ما يحبوهمش طايبين بزاف. مثلا انا الدجاج غير يبدا يتقلى نحب ناكلو هكذا، ما نحبش حاجه طايبه بزاف بزاف، حتى نحب هكا المهم الخضره البصل بصل نحبو يتقرمش الفلفل. انا واش نديرو؟ نغطوها ونخلوها حتى تشرب كامل هذاك الماء. شوفوا يا البنات لهنايا واش درت، غير بدات تنشف لاصوص تاعي، نحيت منها كيما راكم تشوفوا شويه تاع لاصوص، نسيتها كنت نكونيكتي. ليسونسييل نحى منها واحد الفنجان مع فنجان ولا نص فنجان، ليسونسييل هي فنجان مليحه باش ما تجيش ناشفه هايلي، وخليتها تنشف. دوكا نحمروها ما نقلبوهاش، نخلوها تتحمر كي تتحمر من جهه باش نقلبوها، باسكو لو كان قعدوا غنحركوا فيها ماشي حتى تتحمر. الو نخلوها تتقلى هكذايا، بعد خير تتقلى بيان تولي محمره نطفو عليها ونضيف لها هاد لاصوص. فوالا هاي ليك دوكا نطلعو.
تكونش عندي هنا يا البنات، عندي بطاطا كما قلتكم حسب افراد العائله تاعكم اذا حبيتوا بزاف ولا شويه. يعني هاي درت واحد 5 حبات كبار. عندي راح ندير فرماج تاع الحبه، ديروا 5 حبات ولا 6 حبات. عندي مغرف كبيره تاع الزبده طاريه تكون في حراره الغرفه. نحكم باتر، تحبوا تعبزوها ولا ديروا كما انا ندير انا بالباتر ونضربوا. طريقه سهله. نديرو الملح باسكو نسيت البابا مثلا غلقت واقي قلتكم نسيت ما درتلهاش الملح من قبل، وشويه في الكحل ونديرو شويه فرماج باش تجي تتجعد هكا الداخل ونخلطو. نتحصلو على هاد القوام. نحكمو بلاطو تاع الزجاج اي حاجه تكون عندكم نتوما ونديرو ابيوري هادي تاعنا. نحكمو لي سيوها بيان كيما راكم تشوفوا. درت هذاك الصغير راح ندير هذا الكبير باش تحن نتوما تحبوا ديروهم في الصغار ولا تحبوا ديروها في كبيره. انا هاد الكراتان بزاف نحبها بنينه بزاف. نحكمو فرماج، الفرماج يعني قلت لكم ديروا موزاريلا ولا ديروا شيدار ولا اي فرماج متواجد عندكم. دوكا واش نديرو؟ ندخلوها غير قسم يدوب عليها هذاك الفرماج ونخرجوها. ندوقها معكم. سخوني هيلا بنينة بنينة بنينة، جربوها مراش تندمو. هذا الطبق تاعنا كملناه كيما راكم تشوفوا. حياتي كاع نشري موزاريلا الدوب نورمال. اليوم ما بدلوا لي الحانوت، ما شراوليش عند نفس الحانوت، ما دابتش يعني نوعية تاعها تاع اليوم ما سيئة مي بصح بنينة. معليش كيما توجور نقولكم إذا عجبتكم الفيديو اشتركوا في القناة وما تنساوش ديرو لي جيم، وبقاو على خير. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. السلام عليكم البنات.